رانيا. رانيا يا رانيا. يه بس بقى بس بقى، مش عارفه انام من زنك. مش عارفه تنام من زن انا ولا من زن الناموس؟ انا مش فاهم ازاي نايمه في وسط الناموس ده كله وقرص وزنه ده، انا مش فاهم. عيب عليك يا عادل كده، اللي يسمعك يقول ايه وانت بتتكلم عن الناموس بالحاجات الوحشه دي؟ ده الناموس يا ابني بيعمل البشره الكويسه، بيعملوا ماسكات على البشره وبيجدد الدوره الدمويه في الجسم كله. انا بيجدد عندي الدوره الدمويه، انا بموت من العياط، هموت من العياط من كتر الناموس ومن كتر القرص اللي فيا. وصوت ايه ده كمان؟ ده ايه ده؟ ده صوت الضفادع، ده رومانسي وعاطفي في منتهى الرقه. والضفادع دي جت منين؟ إيه؟ ما قلت لكش، مش انا نزلت جبت 12 ضفدع عشان انا قريت في كتاب من وفق زرعتين في الحلال ان الضفادع بيعمل نمو وتكاثر للزرع في البيت. تكاثر ايه اكتر من التكاثر اللي عندنا؟ ده احنا باب الشقه مش عارفين نفتحه من كتر الزرع. يا سلام، انت ايه دخلك علينا فجاه؟ مش انا قلت لك يا هانم الباب بره مليان زرع ما بيتقفلش؟ يا سلام، هو ده اللي همكم؟ ها يعلم حرام عليكم، طبعا نايمين ومروقين ومزجين وفن، مش دارين بالناموس اللي قاعد يقرص فينا، لا نافع مع رش ولا نافع مع بح، يعلم حرام عليكم. ناموس ناموس؟ ناموس لا، ولا ضفادع طالعه نازله السلالم وماليه العماره كلها، وغير ايه؟ لا لها شرقي ولا لها صاحب، وكده صوتها بقى، صوتها مش عارف انام، اي 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 طول الليل. يا ام مرفه تسيبك انت من الكلام ده كله، انت ازاي تدخلي علينا الجنينه هنا اهو من غير ما تقطعي تذكره؟ هي الجنينه دي ملهاش راجل ولا ايه؟ قلت لي بقى يا دوله البيت بقى كله جنينه؟ بقى كله جنينه، والجنينه مقدور عليها، البيت بقى كله ناموس يا رمزي. دوله هو كل القرص دون من ناموسه؟ ناموسي ايه يا اهبل، ده جيش ناموس. وقال لك يلا عادل سعيد اهو اهجم كله على القرص يا رمزي. معلش يا دوله معلش والله، بس على فكره بقى دوله اكيد اللي قرصك ده اكيد اكيد يعني ناموس. يا سلام، امال انا بقول ايه؟ قوم يلا قوم يلا من خلقتي، يلا قوم يلا من خلقتي. معلش يا دوله بقى بالناموس ده بقى، معلش لو سمحت يا عم بتاع الزرع انت تعالى. تنادي على مين يا بتاع الزرع دول؟ عايز اساله الزرعه بتاعت اللي في البازار ما زرعتش ليه يا عم؟ امور يا باشا. بعد اذنك يعني ابعد الزرع ده عني عشان مش ناقص ناموس زي ما انت شايف اهو. دي الزرع ده ما بيلمش ناموس. امال ايه يعني ما بيلمش ناموس؟ امال بيعمل ايه؟ دي زرع اصطناعي. اصطناعي اصطناعي، بيفكرني بالناموس برضو، بعيده عني. لو سمحت يا عم هات لي واحده بس لو سمحت. دول ادفع له بقى 20 جنيه. 20 جنيه في زرع صناعي؟ امال لو طبيعي يبقى بكام؟ ده الطبيعي بيعدي يا بيه، ده توصل الواحده جه 50 جنيه. انت بتزعلي ليه؟ 50 جنيه؟ 50 جنيه 50 جنيه. طب واللي عنده مثلا كميه زرع حوالي 500 زرعه؟ 500 زرعه يا سواد السواد، ده ممكن يفتح بنك ائتمان زراعي ولا مشتل. انت ما بتزعلي ليه يا عم؟ بتزعل ليه؟ مشتل مشتل، هو ده 500 زرعة في 50 جنيه، حوالي 25,000 جنيه يا دولة. معاك 25,000 جنيه ومستخسر فيه 20 جنيه يا دولة؟ لا 20 جنيه مش قضية، بس هو الفكرة بتاعت المشتل، هي دي فكرة. ألا بقولك يا دولة، هو أنا الزرعة دي يعني بقى أسقيها كل 3 أيام؟ يا هبل يا هبل، زرع صناعي تسقيه كل 3 أيام؟ صناعي يا هبل، اسقيه كل ما يعطش. الله ينور عليك، ده أنا ما كنتش أعرف يا أخي ما تجيب 20 جنيه. اتفضل يا سيدي اتفضل، ادي ال 20 جنيه. ولا رمزي طلع لسانك، طلع لسانك. ايه ده دولة ده؟ اهم حاجة عرفت اسعار البضاعة اللي موجودة هنا ولا زي البازار؟ ايهيش حال ما كنت عارفني. انت تعملي فيها فلاح؟ ما انا عشان عارفك، عارف ان انت هتبوظ كل حاجة. اهم حاجة يالا الزرع ده يخرب بيتك، يخرب بيتك. الزرع ناشف يالا، انت ما سقيتهوش بقالك يومين شكلك كده. ايه دولة؟ ما عادي يا عم، انا الزرع اللي عندي في البازار يا دولة اللي شاريها من عند الراجل بقالي اسبوع يا عم ما سقيتهاش، ولسه خضرة وما نفشتش. ما نفشتش ايه يا هبل يا هبل؟ الزرع اللي انت واخدها من الراجل دي بلاستيك، يعني اكيد الراجل سقاها قبل ما يبيعها لك يا هبل. تصدق صح دي؟ ايه يا حبيبي في ايه؟
هو انت استحليت حكايه الزرع ولزقت فيها؟ معلش يا رانيا ما تزعليش نفسك، هو عادل كده بقاله كام يوم قلوده قلوده غتيت يا حبيبتي يا رانيا. حبيبتي يا رانيا متهيألي غريبه دي شويه سناء. لا لا ما خلاص سيبنيه سيبنيه يا حبيبي، احنا عملنا معاهده سلام وعملنا تصالحات مع بعض وكده احنا كلنا بنحب بعضنا، عشان كده مفيش داعي للزرع ده. مفيش داعي للزرع ده؟ لا بقول لكم ايه، انا الزرع دلوقتي ده بقى مشروعي، وبعدين الحمد لله خلاص ربنا قدرني ودفعت لكم ثمنه 5000 جنيه، عايزيني تاني؟ ما احنا ما اختلفناش يا عادل، عادي الزرع ده كنا جايبينه عشان مهمه معينه وخلصت، والحرب الحمد لله بقت سلام زي ما قالت مجيدة هانم. يا سلام، اعتبروني يا ستي من قوات حفظ السلام، بس الزرع ده مش هيمشي من هنا غير لما يتباع ان شاء الله، لان انا حاطط فيه كل فلوسي وكل ما املك. بس عادل عادل، الناموس اكل وشاتنا كلها. وشاتكم مفيش اي مشكله عليها من الناموس، وخصوصا ان الناموس ده قرص وبيعتبر علاج، مش كده ولا يا رانيا؟ ايوه يا بيبي، بس انا مش بعرف انام من الاصوات دي. او ايه او الضفادع طول ما هي قاعده عماله تعمل اصوات غريبه. ما هي ضفادع، عايز الضفادع تقول سيو 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 سيو، ما معروفه الضفادع بتقول ايه. وبعدين الضفادع دي انا عاملها في مزرعه مخصوص عشان اصدرها لفرنسا، محل بيقدم الضفادع هناك اسمه الضفدعه البريه. مش معقوله يا عادل البيت يتحول لمشتل، والرايح والجاي ورايح جاي يخش ويدخل يخش ويدخل. ايوه فكرتيني، بالنسبه للرايح واللي جاي ولا رمزي؟ ايوه دول عملت اليافطه يالا بتاعت ان هنا مشتل والنبي. ايه من اول امبارح؟ طب كويس يالا كويس، عشان نبيع بقى ونكسب يالا. وعايز كمان بقى اعمل ترعه يالا ما بين الحمام والمطبخ، بس عايزك بقى في الترعه دي تختص فيها كل يوم كل يوم. ليه يا دولة؟ عشان يجيلك بالهرسه ونخلص منك يالا.